أماني وحلقة جديدة وينعاد عليكم الشهر الفضيل بالخير والصحة والعافية. موجودين بالمباركية ورح نتواصل مع الناس نسألهم أسئلة رياضية سهلة والربح كاش. Stay tuned وthank you حق صالون سلفانا على اهتمامهم بشكلي. سلام، شلونكم؟ الله يعافيك. شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم. من وين حضرات؟ من الكويت. انا صادفت اليوم سعوديين مصريين وسودان وكيف وناسه خليجنا واحد، وطننا العربي واحد. شلونكم مع الرياضه؟ والله هذا جيد فيها، يعني زين بالرياضه زين. ان شاء الله ما يكون صعب عليك السؤال. كم عدد اللاعبين المسموح لهم بالتبديل لفريق كره القدم الاولمبي اثناء المباراه بالاولمبياد؟ 3 لاعبين تقريبا، 3 لاعبين. انا قاعد اصلا اقرا الاجابه. انت صح. ألف مبروك، تستاهلون الفوز. هذه عيدية أماني والرفع دائم مع أماني وبالقناة الثالثة بالرياضية بالخصوص، على وجه الخصوص. يعطيكم ألف عافية، شكراً. تي شيرت اللاعبين بساحل العاج في شعار لهم، شنو هو؟ شنو هو؟ It's an animal. هاي، شلونك؟ زين. شو اسمك؟ حمد. حمد شنو؟ حمد محمد. كم عمرك؟ 8. تتزوجني؟ لا لا. ابو حمد هنا. والنعم فيك، ينعاد عليكم. الله يسلمك. شلون الاجواء معكم؟ والله الحمد لله. شلونك مع الرياضه؟ زين الحمد لله. تعرف حق ساحل العاج؟ يعني التيشيرت مالهم في شعار، شنو هو؟ ساحل العاج؟ ايه. تبون اختيارات ولا فيال؟ اوكي. بارنيز ولا نسور ولا افيال؟ فيال. زواج انت تبي كاش؟ تبي كاش؟ اعطونا كاش حق العسل، وهذا كاش وهذه عيديتك. مو بابا جاب الاجابه، هذه فلوس حق انت. صح؟ عليكم بألف عافيه، مبروك. افيال صح؟ شنو جنسية مدرب نادي الارسنال الانجليزي؟ الانجليزي. مساء الخير عمي. مساء الخير، حياك. عنك شو اخبارك؟ على الساعة المباركة. ساعتك ابرك، ينعاد عليك. وعلينا عليك ان شاء الله. والله اليومين الجو حلو ما شاء الله، احلى معتدل، بس يعني لا لا زينه، احلى من الايام اللي طافت، لكن الايام القادمه والله يقولون فيه الجو راح يسوى. صامدون. الله كريم. الغمام متعودون. والله مرمضين ومصيفين ومصيفين، والكويت حلوه. تقبل الله طاعتكم. بالعكس، هذا اجر وعافيه ان شاء الله. علينا عليكم يا رب. مدرب منتخب الارسنال الانجليزي جنسيته اوبسلي مو انجليزيه، هل تعلم او هل تعرف شنو جنسيته؟ فرنسي. واللي فايز معي دائما ياخذ كاش على طول. الف مبروك، ربحان معنا. شكراً. والفوز مع اماني دائما، وينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه. العفو العفو. ولو حلو كذي لما الواحد يجيب لك اياها على طول على الطاير، انا استانس، هذا فرحه قلب مال انا يصير وناس. مدرب المنتخب المصري في الوقت الحالي؟ اوبسلي مش حد مصري. مساء الخير قوة. شلونك؟ الحمد لله. تحب المنتخب الكويتي لابس ازرق؟ ايه. تحب القدم؟ ايه. قوة. مرحبا. ما اقصد اهمشك ابدا، ولكن الاطفال انا بالنسبة لي سعادة. ما في مشكلة، ما في، خذي راحتك. ابو يوسف. والنعم فيك. من وين؟ من الكويت. يعني من الكويت. ينعاد عليكم الشهر الفضيل بالخير والصحة والعافية. شلونكم مع الرياضة؟ والله الحمد لله زينين. تحب الفوتبول؟ انزين، تعرف حق المنتخب المصري؟ صدق؟ والله. طيب تعرف المدرب مال المنتخب المصري منو؟ او عمي انت ممكن تعرف؟ شوفي يوسف كوبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ها
هذه ايديتك من اماني ومن تلفزيون دوله الكويت القناه الثالثه الرياضيه وتستاهلها، وخلي دائما معلوماتك الرياضيه كذي قويه عسل، والبس دائما ازرق، هذا منتخبنا الكويتي. من هو اللاعب الانجليزي الشهير الذي طرد بمباراه منتخب بلاده انجلترا ضد منتخب البرتغال بكاس العالم عام 2006؟ وهمي الاعداد كتبت لي ميلادي، ادري ان ميلادي بالمانيا. سمعت السؤال؟ سمعته؟ اول شيء شلون؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ خير الله يسلمك. وين حضرتك؟ من الكويت. يا هلا فيك، لان في وقت سعوديين اليوم شفتهم فعادي، لا يعني لا تستغرب. وش قاعد تسوي بالبركية؟ والله تسوق، ما في شيء، غير جو تسوق. سمعت السؤال، اذا عرفت الجواب انا راح اعطيك كاش عشان تتسوق زياده وتشتري عيادي، عارف الجواب؟ روني. لك بالرياضه يعني؟ خفيف يعني. خفيف ها؟ الف مبروك روني، هي الاجابه الصحيحه، واين روني، بس معنا كاش، هذا عشان مو بس تتمشى، تتمشى وتتشرى صدق. عليك بالف عافيه، ينعاد عليك. من كان قائد وكابتن منتخب المانيا لكره القدم الفائز لكاس العالم الثالث بتاريخهم عام 1990 في ايطاليا؟ مساء الخير. شلونك؟ الحمد لله بخير. من حضرتك؟ من اليمن. اهلا باهل اليمن، شلونك مع الرياضة؟ زين والله. زين زين؟ زين زين. نبقى نشوف. من كان قائد وكابتن منتخب المانيا لكرة القدم الفائز لكأس العالم الثالثة بتاريخهم عام 1990 في ايطاليا؟ ما في اختيارات؟ ماثيو ولا ماتيوس؟ ماتيوس. ماتيوس؟ والله انا ما اعرف اقولها بس I really don't know. ألف مبروك، فزت معي كاش ومع أماني دائما الربح كاش من القناة الثالثة الرياضية، ألف مبروك، ينعاد عليك بالخير والصحة والعافية الشهر الفضيل. كم مرة حقق المنتخب الفرنسي لكرة القدم بطولة أمم أوروبا للمنتخبات؟ سنرى سنرى. مرحبا. مرحبتين، هلا والله. من وين حضرتك؟ من الكويت. شكلك شكلك إيه؟ شكلك لا صريح أنا. ها حضرتكم شو صلة القرابة؟ مرة وريلها يعني اوكي. ما ادري لان قاعدة تتعامل اشكالكم صغيرة. ينعاد عليكم الشهر بالخير والصحة والعافية. من حضرات؟ عبد العزيز دشتي معك. انوار العامري. والنعم فيكم، شوكم مع الرياضة؟ كرة القدم؟ شوية. ريالي؟ شلون؟ مدريدي؟ لا مدريدي. مدريدي؟ انا مو مع الكرة. شوية لان شو بتقولي برشلونة بمشي عنك. اي تمام. يعني لك بالكرة ولا مالك؟ مو وايد. كم مرة حقق المنتخب الفرنسي لكرة القدم بطولة أمم أوروبا للمنتخبات؟ دام مو عارف ما راح ما أتوقع إنك تعرف، بعطيك أنا اختيارات. مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ وخير الأمور أوسطها. مرتين وأنت الصح؟ ومبروك فزتوا مع أماني كاش، يعطيكم ألف عافية، وخلي معلوماتك شوية أقوى بالرياضة. '98 كان في قائد وكابتن لمنتخب فرنسا كان واصل. الحين نشوف السؤال شنو. مساء الخير، شلونك؟ خير الله يسلمك. من وين حضرتك؟ من اليمن. وايد في يمنيين. وحضرتك بعد؟ من عدن. اهلا باهل عدن. طيب شلونكم مع الرياضه؟ ان شاء الله زينين. زينين ان شاء الله. ان شاء الله. من كان قائد وكابتن منتخب فرنسا لكره القدم الفائز بكاس العالم عام 98؟ ايام زيدان. او ماي جاد، او ماي جاد، انا استانس لما اشوف ناس عارفه الاجابه كذي. هذا كاش مع اماني. من ينسى هذه المباراه؟ من ينسى 98 قياده كابتن زيدان؟ ما حد ينساها. حياك الله. عندكم بعد تعطونا؟ مبارك عليكم. علينا وعليكم والله. ام سبيتشلس، ما عندي شيء اقوله. تستاهلون تستاهلون، مشكورين. خالتي قوه شانت. هلا الله يسلمك، حياك الله، علينا وعليكم حبيبتي. شلون الاجواء المباركه معك؟ شيء جميل الحمد لله، اجواء اجمل فاجمل، اجمل واجمل، ورب يعود علينا وعلى امه محمد جميعا بالصحه والامن والامان، وعلى بلدنا الكويت باذن الله باذن الله. شلونك مع الرياضه؟ والله اللي يفوز اشجعه.
كوم سي كوم سا اللي يفوز اشجعه. اجابه رائعه تعدل المدل، وانا بايدي اعطيك الحين الكاش. اذا ربحتي معي الحين في كاش عيديه حق العيال، حق اي احد، حق شيء تشترينه اليوم ان شاء الله. ان شاء الله دائما، ان شاء الله دائما. من هو مدرب المنتخب البرازيلي لكره القدم الفائز بكاس العالم 2002؟ راح اعطيك اختيارات لانها صعبه. هل هو سكاي دايف، لوي فيتون، ولا سكولاري؟ أعتقد ثلاثة. أعتقد أشوه لأني مألفة الأولين والثالث ما أدري إذا قلت اسمه صح أصلاً. خالتي تستاهلين، ألف مبروك. أم سعد، يا هلا فيك يا أم سعد، عليك بألف عافية. أم سعد يا بتها رايت. خلص وقت البرنامج اليوم، باكر راح نشوفكم بحلقة جديدة مع ربحانين يدد وكاش مع أماني. Till then أقول لكم باي باي، وthank you Silvana for taking care of my love. Bye.